بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إثمت أنت إثمت هنا غدي إثمت قن لون أجيء إثمرت فرات مرت سلام ربي ذن في اللون أكيد نغال ذولت نعطش رعاية دي تعدي اللون أجيء التلفزيون أغنى وزيريا أما الطفو صرفعا يسقط إسقسين ون إتشقام يتساوي للمرة لأن ذاني طقثن لأن غي تجل دائما أنشقع السلام ذا حماين سوس ذا يعني أنت تسترد نشكر صد المشايخنا الأساتذة لا أفافو ذا القرآن يكذل باش أدوين أين أي معنى الجواب أي صفر حنا من إذا نشقعان أمي ذيك يطفر تذويل تقيا يبقى الحرمان غسقيا الشيخ صرح مجانيا أنسو فيسك مرحبا يسك بارك الله فيك يعني الصبح كاين زوج شراكي تقايف سالباركة سيدي ربي سبحانه وتعالى تصاود الاول تصاود التيكوار قبل نعم كنيا لاقيا ان شاء الله اكثر نحسب المزيات مقرات ان شاء الله ان شاء الله انا في ذوك انا كبر العظيم سقسي مزوارو يقول لكم مثلا سقسي انك ثم اعقل كنا تقال كون اعقل ثم ضوث نميه ثم خالف انت ذو الكازيس ومن بعد يكر يكر وها راحوا كنا قانا غورنا يذكر الخصوم هذا هناك يفدنا اول نغي الفران يتنسال قيل ساون ان سيدي انا ثلاثه تيكوال متطلق ثلاث هناك اللي ساكت فقع تروح رخام بافاس تقول انا وتصور غير رخام اجيب بورغازيو هذه ظن داش يضرون داشو ام كثفرو خاطر وقيمين تمطوط نميه ويفغارا بالك ساعة الدرية بالك استهل لارا الخلاف ذا مش طوح يغار يغار دين فران داشو أولا شاد جد قار شرعي دقوياكي داشو النصيحة داشو ذو الله أثن ذو الهض إيسي أم مرقز أم ثمتوثك بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أديني غمدن كيكرا وليكي إقلاني إذن أكثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي محمد يدير تسوعين لانت الأسئلة غريبة وعجيبة وهي يقارد في ميس باللي مثلا تبريس تمطوثيس أكي قال لك أكي حارة بالك ناس غلط تقغلط تدي كثير تبريس تمطوثيس ومن بعد تقول وتدوسي تقول راه رخام يعني لا سكي بالك ما غلطت غلط زعما ما غلطت صحيح فرع كان عامين تبرياس تمطوثيس تبرياس يميس تبرياس يورقازيس تبرياس يورقازيس ومن بعد تروح تريس تقسي امكرا امكرا ذا شرايين على كل حال كنا قلنا حيا الشرع ان فران الا كان كفوس ورقاز العصمه اه انت ثاني كزمرنا ديبرو انت ما ان دبريغ اثنت النبرة غاصد قصرك تقصر غاصد يعني ينسرزت كاكاواوال الى اخره ما الا تمطوط وثبرارا يورقاس هي ذرقازيك زمرا ديبرو الا يوايضني زمرا ديبرو كيرا اللوقا ذاكني القاضية الجوج الجوج زمرا ديبرو السكس ما الا مثلا الا المفقود يون يروح وديبان راكو سنوات وسنوات ودي بنارا تمطوط نيت زمر ترفض الدعوه قضائيه تروح للمحكمه الجوج يسعى الطرق سوا شو يكزمر ادي حكم سين فران هذا ادي خدمه كنت تساوي لاث ومن بعد ادي حكم خثير ادي حكم سلوفات ني غادي حكم سين فران ما الا مقر في الزوينس وظل عفو ربي مثن قد يحكم سلوفاة ما إلا مزي ولكن ودي بان راه شحال هذه خدمة كنت تساوي لها تدنا الاتصالات إلى آخره ثم هذه حكم سينفران ما إلا حكم سينفران تخدم العدة الطلاق ثم تزمر تجوج تزمر تجوج ما إلا يحكم سلوفاة تخدم عدة الوفاة أربع شهور عشر أيام ثم ومن بعد السيناكين تسعى الحق عنك الميراث سعى الحق الميراث غاسي بند ومن بعد ورقازني غاسي بند تسمى حكم المحكمه
ذي الحكم من الشرع ثمطوثني تحريث ثمطوثني اما يحكمت سينبران اما يحكمت الوفاه غاز يظهر دور كازني ثمطوثني يصحى ما تزوج يصحى ما الى ثورث الى اخره ما الا تمطوث والزميره اتبرون يوركاس هذا هو ولا هذا سنين يقمت نغاينا غير بابات نغايا يدشي عنك يحار كتسليثي ننس السنين ما الا تسليثي كتبرايسي اميك قل عليك شي حضرة استفرض اميك على خطر يسوق هذه الحاله كل استفرا ثمطوثي سرا استفرض كتشي اطفال هذا سوى انا متقى اي قرن زقنا بوها المملين تظن تطلت في والقزيز اسقسي وسين كما ثاني ايضا انا كان فغير خدمة مي قرن الوردة كيا زكني اخوني لا ادي كار صباح ادي الزال شكاي الزال ادي يدعو يسعى شي طحبه ولا ربع ثغار ومن بعد يروح على الشغل لكن كيف كيف الذكر والدعاء كيف ذكر الدعوه بعد تصلي في العاليه اثر ويمعنا تص الزل كان سلم كر طفيس بطنك العاليون هذه فكره تسوى سكنيه تسير كارس السيد ربي سبحانه وتعالى لينا يصفون اوليس ان شاء الله انك ولكن بعد يوم يومين تتسو ومن بعد يسجث إذا يقوم بعد هذه قيم كربو سان كان هذه يغار معناه يثبت ترى فلاس والسرسري ما نس فلاس وانه ما راه يتساوي سيد كان كو يحب سارة فايقين يسقسى اين يخدم كثورة خاطر باش تولي ما نس ما كان دا سرواتيك السروات يتم سلت الذكر والدعاء لانه نسوق في النار ام كانت نصحت في ال ايه ايه الاصحاب باش يسحب ساره العدا يقي ثبح انت. ايه نعم اما السعديس على خاطر ولا شذا شو اذ العاليه كثو درت العبد كثو درت نسلم المؤمن انش نذكر الله سبحانه وتعالى. ما الا نحسس يوم سلاي النبي صلى الله عليه وسلم ان ذي قار الحديث الصحيح ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها مليككم سيدي ربي سبحانه وتعالى في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله ذا شو ثوانشتا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تبغيم أكون دملغ أكون تخبر أما خيرك وين تخدم ذا شكوك زديقن وين قل شغال نون ذا شعرك كوني قرب السلطان مقران وقل لي ذا مقران سبحانه وتعالى ذا شعروني رفعان درجة النون أو نملغ الخدمة يقل نثيف ما إلا تصدق الذهب للفضاء أما خير ولا مثملا المعذة وانو نتنغم كوني نط الجهاد يعني نتجاهض وترنض تنالض شرف الشهادة ناس ماذا بيا يا رسول الله ملاغ ذا شي قفنا وكنشتا على خطر انشتايا ذا شي قفنا وكنشتا انفاق الذهب والفضة الجهاد والاستشهاد ذا شي قفنا وكنشتا ينيس الذكر قالوا بالي يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الذكر ولهذا إن عن الحديث النظم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله أو ما والاه أو عالما أو متعلما دوني ثينك ذوين قال لنا كوزكسي لعني ربي وش موري لهي ذا شي ديجا النبي صلى الله عليه وسلم دوني ثاي ذوين نخدمك ذوين فين تزالك إلا كان الذكر وناديت مكثين الله سبحانه وتعالى قل شغاليس كثو درتيس قسانيس قوينك خدمة كويث ما راديت مكثي ربي سيلسيس سوليس العمليس بارك ذا 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 الجو نياك وقوش يقل الذكر نياك قويذي اللي يقل العلم أما هذه الصغر أما هذه غر هذه السلمذ نيغ هذه المذ
ما إلا قوايا أثن ثل البركة إلا الخير ما إلا إخضى ونشتا أثن كلش ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم إن دق الحديث نظن إنك مرة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. ما دع الدماء كفت بحيري إني الجنث إن أكسث أكسث أويث أعرض ننس 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 ذا شو رياض الجنة يا رسول الله الدنيا ثيا إني أس أي ذي تجمعنا كنيا في ذكر الله سبحانه وتعالى. إيه ولا هذا سنين يعني كما ثنايا الذكر ذويذ الحياة غير ونذكر ربي ذون نذكر ربي اكن الدين النبي صلى الله عليه وسلم امن الدرن ذوين يموثن. ولكن باش اكن يون اذي ذوم في الذكر اذي سعوا الاذكار الصباح والمساء اذي سعوا الى اخره انت تبعين الدين اكن يون العارف بالله سبحانه وتعالى انك ستثلوفا واني ثنتيلو زمن اذي اللي غيلسيس يرضى الذكر ربي هذه النام هذه سعوث نميث هذه ذكر ديما باش انت ست ايام انك مرا المؤمن مرا عاد يخدم كرا الحاجه الا قاديني بسم الله اين يثبوض خدميت ني غيني ثيد اين بسم الله كالبدايه مرا تفكر كرا الشغل يبغوني ليا مرا تفكر الزكس اين الحمد لله انك ما الا ثقاض ذكرى يكشمك يذكرى الخوف كرا الحاجه تكوك راض الزكس إنيد لا حول ولا قوة إلا بالله ميلي لكرا المصيبة إديوسا غرغورك إنيد إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تبغي الدهياضة تخدم ذكرى المستقبل إنيد إن شاء الله إن شاء الله ميلي لكرا إثخذيض تسعد الذنب إلى آخره تستا إنك إنيد استغفر الله استغفر الله أنت تلو فيك توكرار تقل عبد نشوف هم كيف نتيق قبل وكيف أديني بسم الله أديني الحمد لله أديني لا حول ولا قوة إلا بالله أديني إن لله وإنا إليه راجعون أديني إن شاء الله أديني استغفر الله أو كيف كثلو فينس وانا رايد أريد تذومون فنشتا أذا إلسيس أذي المذ إلسيس أثي الصرضب في الصرضب الذكر سيدي ربي سبحانه وتعالى وينك سعاني لسيسي يرضب الذكر سيدي ربي سبحانه وتعالى هذه مثكن وهو يذكر الله وذكرك يوم القيامة سيلس الذكر. ولهذا سي محمد يدير العبد حتى ما لا تفغ العقل أذي غالد أذي قارين قلنا لك نقولي سين قلنا لك نوميت زيك أثا أم جنون هذا مخلول هذه تدبر هذا بريد هذه تصلي في النبي هذه تذكر ربي هذه قرأ نعم هذه تكرر القرآن إلى آخره ويظل أن مش ما غيستر ربي وإنه نكس عن فيل سيسين يهوى هذا يغال هذا يرقم الدين وذي قرين ونلزم مرة وذي يرقم إلى آخره إلى آخره. ولهذا لعبد ماذا بيا ألو كان هذه سنامي منس باش هذه تزال فيل سيس أين الهان؟ لهضور الهان، لهضور الهان. وذيك سفيل سيس مرة أين يشمثند وين ولا قرا. دا شادي نظر الشيخ قرنا كب اللي أين يتسنوا في مكان يذكرك يعني الدعاء قالت ماكي خرصن بعد تظليت عطاتو تزل العادة الزل كان أرفع صباطك أنا طفافري ذيك ولكن يعني داني يقول في الهدية محسوب اين دي جا النبي صلى الله عليه وسلم مصحف الحان في اللاس وقيم محسوب ذان ذا البدع اكثر بين النظام افاني ولا قال في خدم ممتن خطر المعصيه يعصر ربي ماشي الطاعه في ضوء وانا ردي لنا كان يبعث مليح في السنه النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج المحمدي عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. أشتهي مشهور مليح ومعروف أذكار بعد الصلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله والحمد لله والله أكبر وغير ذلك من الأدعية كثيرة. قراءة آية الكرسي المعوذتين سورة الإخلاص ويذوم في لسن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث صحيحة ويقرض حتى في صلاة الصبح.
وانا راه الزالن الصبح هذه قيم مكانس هذه ذكر ربي هذه دعو هذه غير القران الما قريبه ديالي طيجني غير ما يشرق دي الطيج ان كما ما كان يخدم ذو العمره يدي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. ولهذا ابدا وين راه ديني نشتا يخلف الشرع ذنتني يخلف الشرع ذنتني نسينا راه الهدي النبوي عليه الصلاه والسلام في اذكار الصلاه القبليه والبعديه وقبل وبعد حتى تظلث قناص الرواتب تلا راتبه الظهر تزال سنه ركعات وقبل سنه ركعات من بعد تلا راتبه العصر تزال اربع ركعات وقبل العصر ولاش تزلت بعد العصر اربع ركعات قبل العصر رحم الله من صلى اربعا قبل العصر وبعد المغرب سنه المذ سته ناس المذ سته ركعات وقبل العشاء قنص الرواتب في ظله خاطري واش ممكن هذا الشيء فراغ حسب ربي يوم القيامه تمزول في الظلت انك سيني ربي الملائكه انت يعلم سلعب بذيس ولكن سيني زرت راك هذا شو تظلت العبدي اسيدنا ربي يتزلى ولكن تنقص شويه اسيدنا زرت ما ليس عن النافله ما يسعى النافله سيني يسعى النافله سيني عالث تفوت استماك تفوت وهذه سلك تفوت وكذا اول تفوت كذا اول نعم يعطيك الصحه الشيخ الله يسلمك اكي الغورنا حسب الكخامنا الا ما غادي نجدي قرا ماذا بيا ايوا راوي صح الوسيله اللي قال اتمرحم اقولي ملون الذكرى وكذا ولا ربيع باش يوم القيامه اقولي ملحن وتفوحرة انا هكا اشي نعم انا وقت جدنا مقال الحاج محمد الحاج وامر يلزمك العائله ولا ربيع يصبح ماذا العشاء ما مدخلت ما زدتش كان اي كرز يلزم مثل الماكله بعد الماكله فين تقيم العاده اشكيت العاده اشكيت يعني يقيم انت هذا المثل اما يقارن وكذا ولي الله الصالح اسي عفو ربي اسقسي سدون باقي اسقسد يونكم بعدنا غير تدات السمار بلديه ودائره كنزات ولايه نسطيف ايت مثلا ولايه نسطيف نسرح قاسم السلام ذا حمايان يا نزره طفر مليح تدويل تاكينيا ان شاء الله انسنفع مليح سيسقسين نون يا ناس دعوه الخير نون هما ثاني يقار يفاد سانيون اين مشي للجامع كان كتخم تزليت المصلى يفاد يهود نار يهود باش هادي يفنوا الجامع يوسال يرفزنا كي مزولا تدارت يعني قوان بالك ثورة تزلن فرا اما ذا سوق فور ويسنف كلام كاي زليون فرا داخل تضيق وكي يبوي الدنيا ولكن إن كان الناس داخل تدك كبر فاك الناس شو لو بوكورا غير تسكر فاك كانت الجدود تزلن خمتك تزلي في الموصلة يجيك شو ترفع غير تسكر أين المشروع مجيء بروجي مجيء اي حوايج نذري من نوني بالك تدار في المشروع القلا ولا لا وزمنا راه انسان كيما ذا بيا ماشي الخير يد نوير يعني ذا ينفع الجيل اللي تسدون اش النصيحه اش تفكر الجواب الشرعي للنصيحه نعم كنا سنين وايد كمثلنا سي الحسن بعزيز صلى الله عليه وسلم نحيي ونسلم في الناس ملاح ملاح يسعى الغيرة يسعى تسمين في الدين يسعى تسمين في الدار لا دار كنز العالية نعم وثدار ثايا يسومر ديرنا كنزتنا ثي على نسنيت ملاح ملاح ونسنيتن تدارثن المجاهدين تدارثن الشهداء تدارثن العلماء تدارثن العلماء تدارثن الصالحين تدارثن الاولياء يعني تستاهل الربح ذم القران كنا سنينا الخير راه ثرم هي الجدود ينون يوي كزوارنا كا يرقزن الحرمه ذا الخلط الحرمه
الجهه اللي مره الخير ثرم حسن ثرم اتبنوا من الجمعيه اتبنوا من الجمعيه ان شاء الله ولو كان اسمين الجمعيه ايون زكسنا كايون روحنا كقل العلماء ناك الشهداء ناك المجاهدين ام المثال الشيخ يوسف علاوي ام المثال الشيخ عبد الوهاب حموده هذا الغير نسن يعني اشحال ممكن هذه اللي ديني الجماعه هاتي لا وين في زوارنا هاتي لا وين في نخدم الى اخره نكون اذا شا سنيني السنين ما تبني من الجامع تبني من خير الله اين تبغي ما كنا تبنو ما كنا اثن تبني من الجامع الجامع دار شباب لا ميزون دجال لا خاطر لا خامير مزيان ذا خامير مزيان الجامع ذا خامير مزيان حتى الزمن بصلى الله عليه وسلم ما قامت ورا التياتر ياك مسكون اي نعم اي و الجامع زمان ما كذاش الجامع زمان المدرسه الجامع المحكمه الجامع السبيطار المستشفى يعني ضخام الجماع ضخام يعني دام كان دام كان يتسوق سادن كريلان خاصه كوني كثيرين كوني وين اهلك وين اهلك نعم وين اهلك نروحوا للجامع ونسعى انزقوا ما نروحوا للجامع ونسعى للمشاكل نروحوا للجامع ونبغى نضي غرض نروحوا للجامع ونبغى نضي عبد ذي الزال نروحوا للجامع ونبغى هذا الشريك قال خير يخدم من العباد قال نجموع الى اخره هذا يروح للجامع قال الجامع يعني اجمع خير لنا ذا الخير خير لنا ولهذا البنيان الجامع ونرى يبنون الجامع اثني تقرب رب العالمين ده بريدن الجنه وين اسي قطعن الجامع ده بريدن جهنم غسطر غسطر ترى وني زمرن هذا يروح هذه الشريك وما صوب بلاط قال الجامع اثني الشريك قال قصر قال الجنة من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة هذا حديث واضح ومشهور كذلك وانا الذي لن العيد بالله هذا يروح هذا قطع الجامع وريت وابن يرى وريت الدار دورينس والعياذ بالله اما كنت حارب ربي ذي النبي سبحانه ربي ندوى من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلها الا خائفين لهم في الدنيا خزيون ولهم في الاخره عذاب عظيم يعني ولاش نقولش انك الا خير وين يظلمن وين تعدان وين يخدمني هواه انشت وين يقرا عن الجمع ولاش ولاش المثلس ولاش المثلس قهوه غسطر بسطر المؤمن ومن بعد قدوني ثايا اثي الحق الخزي يعني هذه اللي مذلول هذه اللي محقوره هذه اللي تطيح وقال اخر غسطر بي هذه اللي قال عذاب ذا مقر ولهذا نكون الجامعيين شوف السي محمد يدير القرآن العظيم هو شو في قرن رب العالمين الجامع ذي الجهاد سنتا الحويش الجامع ذي الجهاد يقرني في انتصار ربيان خثير ركزة إني ما قرأكم كني ثير ركزة يعني الشهامة ذي النيف ذي القوة إلى آخره على خطر هو شو ذينا يتفوق ثير ركزة على خطر ذينا يتلقيم ثير ركزة على خطر ذي مكانيا يسيزمر نحاشة ثير ركزة الجهاد ذا المسجد الجهاد ينادى ربي فلس من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه المؤمنين اكويا لن يعجز المؤمنين اكويا لن واذا كي قوضن البعض زكسن البعض زكسن وظن الدرجة انت الركزة ما تشكويث صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر اقرني في كلت النظام في الركزة غوخا مربي في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وإداء الزكاه يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والابصار الى اخر الايه يعني شوف انك اخامنك لن يمرض ربي ذا علاين القاع ذا الشكوى الذي علي علي الشمس على خاطر واش الشمس كنا ثنسى عليه سل البنيان وثنسى عليه معنويا
اثن قدس وثن عمر قم كان نظن لمسجد أسس على التقوى من ولي يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. شوف يعني فيك قرن ربيع في الركزة غخمنا يا ربيع المسجد نعم و يحكم ربي يحكم ربي فينا راه تروحون للجامع دون راه تمنس الجامع الايمان انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر والنبي صلى الله عليه وسلم فاشهدوا له بالايمان اذا رايتم المرء يختلف الى المساجد فاشهدوا له بالايمان ما كدينا قال اثان ذا المؤمن ولهذا كنا سنين غيث الدرت هي السومر تستهلم هذه مك الجامع دش بحنا مخون وين ام الجدود النون ذا علي انا كني قاع علي شان الجهه النمره و اترك عن الحسن وتشجد من الزكس وسيني الحاج الحسن تسكن في ربيع تسكن في ربيع تسكن في المؤمنين بالك نوثني سعنا راه وكذا كوكين كشي وصلنا حرسارة لا نتساوي لا حرسارة ولكن ربي كيدي سخر المؤمنين عند النظام ان شاء الله يعطيك الصحة وان شاء الله كيبارك ربي المشروع كاينك امكاز اسقسي وس اربعة قدام اقلق اقلق ذي مولانا ذي تمثلنا التودرين ذي مزدغ تدث بورير جهنا تمزرت الولاية نفقايث اسنسو السلام ذا حمايا من ذا سقسيه كا هناك بعد نخدم الحفله من ذا الحفله المولود النبوي كني نحصى الزايرين حقون ايضاقيا مليح صفراح مليح تفقين ديما نسن بلي حملا وشفيعن في صلى الله عليه وسلم طعنا السيره ينس طعن كل شيء اللي في الناس هناك بعد نخدم المولود النبوي قخام روح على صخاب ادينا قماتنا هاكي يعني قخام تكملين اللي فذن الجامع الجامع الدروس اسم كثير السيره واش في النبي صلى الله عليه وسلم بالك فرقا ورزنت وزان الجوائز ورش يحفظ القران يقال بحنا مزيزين توسنا من بعد هنا كيما بدا صخاب كان الناس يذكر الجيران لكن الناس يعني تخدم دورك اوك فراو فريد معنا ذي البدع ثم قرات يانا دين يضرانا راه الجيال نين امزوره اش نصرفوا اذا كان يانا غير ترى منك وتحلف ورب لا قراك دين يشفح اللي تخدم ماذا بلا شيخ صراحه هكا يفدد إذا زبوسة أنا أسقسي قد يروح السجد يغادر الزكاة ماذا بنا تسنفعل ويثمثنا اكتفان تثويت أكاكي والله وانا رديني أنشتا ورضا رارا يعدل وتخدم ناري مزورة وما كني يشهد الزور في الأمة خطر الأمة تخدميث وتخدميث الأمة الإسلامية كامل وانشتي ذكرى المولد النبوي الشريف يسعى الاصل حتى السنه النبي صلى الله عليه وسلم ياك السلمي استقصان رسول الله صلى الله عليه وسلم واشو يفضل الاصل الاثنين تزوم الزكس يصوم يوم الاثنين نعم يقرص علل يقرص لانه اليوم الذي ولدت فيه على خاطر ذاس كوشون يتزاد ذاس كوشون يدلولغ ايه الامه تنسلمت قرون وقرون نثني تحتفل المولد النبوي الشريف وخاصة كوني قل الجزائر قل الجزائر الجزائر ما كان يمجهد السنمي اختار أول نوفمبر يصادف يوم 12 ربيع الأول المولود باش كني أثبذون الثورة قال المولود النبي صلى الله عليه وسلم والسلميد حر انت مورث الجزائر الحريه الى اخره والاستقلال يبدل الفنان عبد الرحمن عزيز ذا مجاهد كذلك الى اخره ذا روح المولود اما كان ثمورثيا يقع عزيزنا كف الثوار هذا نستيوني لنا عزيز فلاس نكثر يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لك
ايوه نعم يعني اما كنت لا ينس اه ثمر ذا شو تسمى محمد دقل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نكون سنين غيكمتنا غايا خاصة فانك تمزريت تمزريت تقرب مليح غفقايث نكون غفقايث لانسين ووضان وكسكواس يتسكش بها غفقايث يتعود ذم يتسكش بها عرفة السن عرفة ها يا سيدي ليلة القدر ليلة القدر وليلة المولد ويجزيك في قديم الزمان السن ليلة القدر ماشي قل الجوامع تزلان خاطر تكفونار الجوامع ابدا برا نعم ليلة مولد ليلة المولد ماشي قل الجوامع تنجمع وتكفونار الجوامع وانما تنجمع ما قرص اللوضة الخميس بفقايت ذين تسكنش بها اكندنا عرفة السن عرفة ولهذا نسمكتيك انا السيئة باللي الشيخ بن باديس رحمه الله رحمه ربي اسكواس 39 يبغى غادي يروح بقيث باش كنا دي شارك يبجاويين الذكرى المولد النبوي الشريف يروح فعلا اسمي قوضار دينا يروح في سنه الحوايج يروح اثني الشكر في فيوث الحاجه ديرنا هذا حضر المولد النبوي الشريف انا كيما وضار دي الناس تقبل انت والاستقبال الحفاوة ولا إلى آخره وين تغيونهم كانين واي تغيري داري ذا الجامعة راضي شوفها خلق الله ماشي ذكرها ومن بعد السنة يوض المحل الخطابة باش تخطبن إلى آخره سعد عند ثق شيشين الوشول وإذا كي لمذن المدارس الحرة في ذلك الوقت كسوا واحد ثنية تابعة لجمعية العلماء خطبنت تقشيشين خطبنت الوشول المزيين ثير المزيين الى اخره يتسيروا عبد الحميد بن باديس فوالا السنمين تضرت الكلمه في كنس الكلمه الناس جئت لاقول لكم شيئا فقلتم لي اشياء فقلت الملي كل شيء كل شيء وسيغد باش ونديني خيرا الله يحضر ثني ميد خيريلان والجنرا يعني ذاين كان ومن بعد رانا يشكرت الناس كون شكرا ففي الموقف اللي تسعي ماكني السنمي يدخل من فرنسا القانون اللي المشؤوم قانون 8 مارس عام 48 38 عام 38 القانون يخدم من يخنق الحريه التعليم الحر التعليم العربي الحر في الجزائر تابع لجمعيه العلماء هنا كسمي ديفغ القانون اللي فغندي بجاويين قيوث انت مسباني تاكنا كنا قانا كنتورا المظاهرة كتبين قلة في تاتش كتبين قلة في تاتنيا خذوا عني الخبز خذوا عنا الخبز والماء والهواء واتركوا لنا ديننا ولغتنا وهويتنا اي روميين اكست ما هي وين ما تبغيم ما تبغيم كستاغروم ذوامان ذو الاكسجين ذو الهواء اجتاغد الدين نغض اللغه نغض الهويه النغض تنصليت النغض يعني معناه ممكن نعيش بلا غروم بلا الهوى يعني ممكن نمث ولكن وممكن رانا نحيو بلا الدين اللغه الى اخره الشيخ بن باديس يشكر في الموقفين ويخدم سند في دراوة كان كنا ذلك ديني سي محمد ويدير خاصة ثمرة القبائل ثوالاض أم كي تسمين اسمين محمد يمي كثر قل فاميليا أسمين محمد ومن بعد دي زيد ويضا لم كاسمين محمد 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 من بعد محمد ام قران محمد البشير محمد طاهر محمد ام زيان محمد ام زيان حتى محمد المولود محمد الصغير محمد المولود الى اخره يعني باش كنا ذكثر باش تفنز السبام كانت سمين خاطر عزيز غرغرسن ولا ثلاثه اسم من محمد الشيخ صالح ثلاثه ثلاثه تراد نوض غرغرس الرون نسد عليك كرم الله وجهه الرون نسد عليك ولا الشيخ خام ولا حسن الحسين حسن الحسين هي خامن مره فاطمه فاطمة فاطمة الزهراء أكدينا أسبقس 2006
ثموت يمس الافنان غمقران لوني سيت منقلات هذا يرحم ربي. اه اس 21 سبتمبر 2006 نكيك تزول في اللاس يرحم ربي يمي سقسان عس يا حزن وقت الدرت غير البمس حزن وقت اللان ناس ذا شو ميس ميسي ذا نند غنقرص النفطه 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 فطا يسقر فطا ايه يعني شوف يعني ايوا شو على خاطر العائله تشور فاطمه فاطمه طاطا فطا يعني ود كان باش كني هذه اللي هذه اللي طاني هذه اللي يسمني يسمني باش كنا تسمين هذا روحنا كيف غرغورس ولهذا اينك خدمه كوايا يروح يحضر للجامع المولد النبوي الشريف يغلط غخام يحضر ويا يخدم اين يخدم اين دين النبي صلى الله عليه وسلم اديبوا اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب ال بيته وتلاوه القران سوا شنو نزمر نكون العائله النغ اسنس حب يوروا النغ النبي صلى الله عليه وسلم الا قصات الصغار في السيره النبي هذا شي خدم رسول الله هذا شي ديوي رسول الله مكي كا رسول الله هذا شي خدم رسول الله امكي نزمر انا نتبع رسول الله هذا شي قلقنا هذه اللي يدس نسلم هذه وراو النار نسلم هذه وراو النار ما الا ونقي مرا يدسن ما الا ونخدم مرا يدسن وما نغتنمر الفرصه فرصه ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصه الى اخره أم أوقث أوقثين زمان نخدمك ويان نتيد النبي صلى الله عليه وسلم ويخدميث نتسان عليه الصلاة والسلام يخدميث هو الرواس يخدميث هو ذاك النظر يثنوا باب ميس نعم ميس عبد الله بن عباس الناس يا غلام أعلمك كلمات فاحفظها يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجد تجاهك يعلم انه لو اجتمع اهل السماوات والارضين على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع اهل السماوات واهل الارضين على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف يمسلينا نلويس يمسلينا تسممت يمسلينا العلم يمسلينا نتمليا جوامع الكلم نعم يلزم ذينيتو حوايج الامه باش كنا ننطلق العقيده الصحيحه ننطلق الافكار الصحيحه ولاش الخرافات ولاش هنات الحادثه يسلم ذيث يوقشيش تطوح اعلمك كلمات فاحفظها احفظها نعم وكقلا حتى القران العظيم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم يا بني اقيم الصلاه يعني امين 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 يلزم نكون يا العبد هذه اللي كيد جرس دوا الراوس اسيني غمي اي اللي ارواحك بلغ ارواحك سعنغ اين يبغو يغريث اين يبغو يسعوث ولكن مازال يحوج الوالدين باش كني ازدر الله يبارك الله يبارك فيكم ان شاء الله عفوا ربي شيخ ثورا نقدم سقسي دي زدون يوني سقسيناك ثورا زرع تمسال قلت تواشو لنا كي راقي ونا هذه سطوق ذاك سنت غطر وقول سنت وسالنا الحد وينك ساعة خالتي ذميس ينزد في اللاس نربي كلب الوكني تا وين سرى الهضور كارسند لعبة سندي الزين وزعما تقرا ماذا الغيبة نظمي ما يخدمن هناك سطوقثن كسفوتي ذو كزار كوياض ايه هناك كي وصل الغرب باش يهضر راسنا وقلنا سي سمع السن السلام الشيخ مالك راس مرضى ديني تمثال تاكي وسوك ذاك مسلاي اسفوتي ماشي اسفوتي والله هذاك زار ذاك زار يكزر على العباد ديالنا سته شهر نتيموز الحسنات تحكي من السيئات ويانو تشكادي نصحي وناك عادي ونسمع السنة فاين ندير ذويلت يا رد اقول كاشي خساره ولا علاه بالك بالك وربي تسمع ان شاء الله ترى انقل الهضور ويقنص النميمه يعني ثقرات ثقرات
ذا غني كون راك كاثن كويض انا ديك تزمز ديك قناص الغيبه الغيبه تي غيسنا تي هاركيث نتربي و تي كواد الكذب البهتان نعم يعني هاركيث نتربي و ينهاف لاسنت مليح مليح تمسلت ونقلي الهضور يعني انا وكيد خارك خالتي سدميس تمطوس شويه كاكي مين ميس كي ولا ثاني شغل الخاله ديك الشم ثاني وفهم ارا كنا سندنا هنا يثمنوا باي سد يون ورقاز الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه العالم الجليل يوض دي بدايست فلان نيدك فلاك فلان نيدك فلاك الى اخره ينقلز دوك ناس اخزرتك اخزرك اخزرت الحصل البصري اخزر زكسك الناس اريو فارق حد ذك شيء اختار يوكا يعني ذك شيء دي اختار يوكا الناس منه الناس سيديك الناس من السيدي انا الشيطان الشيطان انا اش داش يمكن داش يدي اختار الشيطان انا سي اختار كيد باش كانت تماقض البارد انس يعني ذا فاكتور اختارك باش كنت تماقض ذا فاكتور الشيطان يزلزك الناس نعم لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام ولهذا لن تخركني الخالات لن خير يرقزن غصبنا وقتات سلناك الخبر باش كنا في روحه تنقلي ويضا يلا اش تمس يعني انا عجج وتمس اثي سلكان تمسلت هذه غصب وقتات فرون الجلسه اني باش كنا في روحه تنقل يلا ما يلي ريو فارك ذا شو انا تفضى ما كنا يشمر ولا شو الخدمو الخدمو ثلي ويقضي شال الانترنت ويقضي شارع ويقضي شارع ويا سميس سميس الحصل البصري بريد الشيطان بريد الشيطان ذا فاكتور ذا فاكتور الشيطان والعياذ بالله ما الا ذا تيثيا ونا كاثن كويضنين يكفي يكفي ربي سبحانه عز وجل مكيث يوصف يوصف ونا كاثن كمدن يوصف انك من تسلميث الجثة الميث ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه الا كيرا وين يكزمرنا ذيك الميت أمورلوس يعني يمكن مرض الزرد الميت خلاص هذا خليك عاد ما كتقزمض كتقزمض محال محال الا العاقل محال الا البنادم يقزمرنا ذي خدمت هي هما اللي زمرنا ذي خدمت هي اعلم باللي ما فكرت الزكسه ما كنت تشيط ما كنت تشيط اكس وميس ذي الميت عياذ بالله ناس يثنوا بها النبي عليه الصلاه والسلام ناس يا رسول الله نكون نقاردين قلنا ماشي يعني ماشي ديك تبيد نسكد في الناس شنو الفال كذب في الناس الناس عليه الصلاه والسلام الناس تسيني ذي الغيبه تسيني في قنها ربي ما راديني ضيني الا الزكس ما الا ذيك سوايا اللي تلاقي الغيب ذا سفوتي تي الناس انك عائشه تكشم ديوت النجار تسميت فاطنس يوزير تاي الناس وراح يلا يلا طلب الزكس السماح حيت الناس الناس تسيد الغيبه تسيد الغيبه وزيل نغن نغ يقرض كذا نخدم كذا الى اخره تنقلت في لاس اينو اينو لا قرا اما الا ثنضت في لاس يرنو ما تشكني دير ذا الكذب هاي وانا قام اسم الشرع البهتان بهتان. البهتان الذين في لاس الفاطر نعم الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وانا راه روحنا اذي 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 ذو العباد اذي تشهد في لاصن الزور ودي كث زكسني يرنو ما تشكني يرنو ما تشكني ثلا تسني ويا رفض نتاعكم البهتان غي ستربي انا رفض نتاعكم الحرام المعصيه يبان الحال تم قرانت غي ستربي استر جميع المؤمنين ان شاء الله. اكي افور بالشيخ ترى مذكر وسقسي كني ولا شيخ يتوحر صن بزاف في الناس يا يعني ناطس تسمتي بالك غالي جوجو راكيا سقسي تدمنا خارصهم يوتيوب تدمنا قرنص جميله سقسي ماذا بيا تسرق الجواب غرون زرا انت الروح المؤمن ثم من كذا مي ضحكة تمثل تاكين الزواج ناك هاد الزواج هاكيا المكتوب نعطي حارشيه
ترى هل ذين يكتب ربي سبحانه وتعالى نسلم ولو غندي بضاعه مكتوبه قلنا نقفليث لا واش تحرشي اكيد برا كاين سمعت كي تناقي من كخاب بالك تتوالينا الغاشي وتصير ماركينارا اذن المكتوب يسدي عطل ما تصيدني حرشك ني تحركين اذن يمير يمير تدي نصيبيس نعم يمكن ديني نول تمات نغير تمات نمر الى اخره الزواج ذا الصح الا زجت حرشي الا زجت المكتوب اولا تسنث انت لن تسنث لن تسنث وانت كنا العباد الا وين الا الخدمه الخدمه نغ الا قد تنخدم تنخدم وتنونع ومن بعد سوم كانت الخدمه ربي استنجى ربي سبحانه وتعالى مثلا فلاح هذه خرز هذه زرع هكا قلوقث ومن بعد ادمغي انت تصيفنت نغوت تمغي انت راه وهذا شبه الشغل هكا وهي ماشي الشغل لا الطالب هذا يروح هذا يغر وهذا يسهر وهذا يبحث وهذا ينشد ومن بعد ما الا سلم الامتحان هذا يخدم ومن بعد ما الا لك راه نظن لك ربي الزواج امور قز ام تمطوط نكون يوم راه الشرع باش كنيا انحبر ونشاور ونخمم ونختار قرنس الزواج نبدا شوار في 100 سنه 100 سنه امور قز ام تمطوط رقزني لازم هذه اختار هذه شاور تمطوط لازم تختار تشاور يونور ريلي تعوض كونشتا نتسث ذ المسؤوله في مانيس حتى ذرا ذا ثبابات الى اخر خط ثني سنين انا كني النبي صلى الله عليه وسلم في كيف بابور على المغاره الى اخر شو الناس تمثلت كريفة السنين تبغيض هذه ظروف الشغل تبغض تبضلض الناس معليش كيف بغي غدا تحسوا كم اللي ساعه الراي ساعه الراي غير غدا هذا علمنت ثين سلمين مره كلنت باللي تمثلت كريفة السنين ايه نكوني ما راضي اختار ورقاس نيغ ثمطوط ثمطوط تختار ارقاز نيغ ارقاز ني اختار ثمطوط النصوص ماشي ذكر ونشتا اختاروا لاولادكم اخوال اختاروا من طفلكم فان العرق الدساس اياكم وخضراء الدمن قالوا ومد من رسول الله قال المراه الجميله في من بيت السوء ماشي ذكر النصوص يدي قارن باللي اتختار الاختيار هي ارقاز ني ثمطوط ني الوالدين ني نسند معاون مره باش كني ادعل انت وكنيت خاطر الزواج ذين يذمن الزواج ذين مقرن بصح الزواج يعار الشغليس وين يقول لنا يزقد الزكس يصوب الزكس هذا الحياه اللي نسيتي اللي تسعديت وايضا انا ذي عيش ذا مشوم انا تعيش تمشوم تغسط ربي صح ولا هذا كنت ترى ما يخدمي ونا كويت اين قلاقا ثم يفوت كرا الحاجه مثلا يروح يجوج في الناس اختار من بعد ارقز النيا يسدس واحد موضين يهلي يهلك يموت وين ماشي كفوسيس الله غالب نير يجوج يوي طنطوط الى اخره سواح في الفاد سعى الاخلاق ديريثن خلص داين ولكن تمثلت وش مات الشباحه الى اخره الصفه الى اخره وهي خاطي وهي ذنتان نير ذنتات انا يروح نغنس معليش كنت تحب اذا النكت يا تحب اذا تصدى سي محمد يدير هكا قلت له باين لي بنا مره على مره تشبح الملح الملح يا وني روح يجوجد يجوجد كتا دارت جوج ناس دايا زيك ني طلاي اين اين يخدم من الاخطاء كونشتايا جوج ناس دور على مراه وتسيناره وتزراره ومن بعد المكان اذا سنت مغاره اذا سنت مغاره اسيدي يسدو هذا غوخام يسلا ياسن تفغنت في تسليت النيا قرنت تبصا على خير خالتي زوينه خاطر وذاك الاخام اللي مرابضني مرابضن تخويل انا كان تسمى خالتي خالتي زوينه تبصا على خير خالتي زوينه تصبح على خير خالتي زوينه تصبح على خير خالتي زوينه المي فغنت كويس انسان ما يقوض اي وضي الطال اي خزره كازك سيدهاش ماشي داينه كويث قنوا ماشي داين كي تصور كني سعدي فرع يوفى هذا ذكرى المخلوقه كني للوحش ايه
يا خزر كازك يا خزر خزر يا عدا يبرن دار دفير ان استبصاله خير خالتي زوينه انت جدي خطور استبصاله خير خالتي زوينه ما تسال وما تسالني روحك اني روح نتكني ومن بعد يقوض يقوض غبر انا شي تخدم ذاك شي ذا العجبي تخدم ذاك اين سبب مسكين اين تدونا ذوين ثلاثه ثلاثه تدونا ذوين ثلاثه قبرت اسمح تاع رقص نوبري رنت دار والا خميس يا فور بشي يسلمك الله يبارك تقي قر يقرا ونظر لنا فنا مهنا في رحمه ربي سي قر الشيخ عرب مساك الزياره كي ظل بنت سعدي في كاريه الزهره خلاص تقي يلا ايش الدنيا الشيخ تمسالي كي ضر ونسيك تروح تخطف يوث كي تسكن يوث بالك تزوج جاك في دقيقة تسكن تشبح تبعت الصمغرة اسناك ما اسنا تقفل تداوين هذا في الخلقة وناد الغرور وناد الغرور قلنا حيا الشرع هذه خسرك ثمغرة هذا تفضل فينا وهذه خسرك بابيسنا هذه خسر ثمغرة وين يدف كانك انت ثقششتني النظن هذه خسرك ثمغرة ان شاء الله روحك تقول ان شاء الله العدل قد حفص زكني الضر وشويه من ثقل يا كي يكون هذا غير سقسى الا كنت تاجر يزوزو يا كني قانا غونا كون يبقى متزارت يحبوبان مسقار اني غمان انك يزوزو يا تزارت ولكن انك تغارتي يفزك شويه يفزك بالك مقر ويا نتشكا طوال ذاك نكون يتعجب فرا يعرف باش تزنصر هل يتوقفل الشبحة شوية هذه اللي نشطح الفارينة أسيخدم شطح الفارينة هذه مغور يا نادي شبيح يا نادي نز هل يجوز ويجي وري جزارة وظل حرام ظل حرام ظل حرام يعني يون أذي غير الرزق سيدي ربي سبحانه عز وجل ولا يغيرنا خلق الله الحاجه الزنزيت اكنيت لك النية اكنيت لك النية خاصه الرزق الرزق وناتي سمين هذه روح ساعوذ ثممت نيغ الزيت نيغ تزارت 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 الى اخره ترى الا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور من غشنا فليس منا ويقنص الغش مجان. الغش ونري على ذم السلعه فغورو امكي امكو ذم السلعه يعني يزيني تيعوذاس الى اخره ويثوري واش تدينا النبي صلى الله عليه وسلم من غشانا فليس من يعني وري خدمه لك ماشي الزقنا قلا عادات المسلمين ينسلم يتسقوض من ربي وري خدمه لك وري لا رجل مله محمد صلى الله عليه وسلم من غشانا فليس منا وهي الاصل ومسليه وقت تدينا الرسول صلى الله عليه وسلم الا السوق اش واحد يقرا فوسي سكا قورن نورن يسوري الدم اش واحد كثما ودا يفثي بزيك الناس داش دويت داش الناس اصابته السماء يا رسول الله يعني قفري ذي مدروحو تلا الهوا تلا القرا يبزيك الناس مي قفزك يبزيك شوف لا ما تشينس ودا ما تشيك تما ودا عند القاي واش الشجره راك نين يبزك شوف لا دخلونا في القريت يسبزين هذا مكان الناس يمي تخدم ذاك عقلك تظل غش تخدم من غشنا فليس منا وين كاين اما وين ريتشن قلنا الرزق من الدنس سل حرام سل باطل الذين ياكلون ولا تاكلوا رب سبحانه عز وجل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل حذر تعيش وتتم الرزق الباطل ناش ذا قلم الدنس الباطل سليمين حانت ناس الربا ناس ديكوردا ناس اكس طريقة مرة الخطر اليهود سواش اثني لعن رب سبحانه عز وجل انشتا اسمي يتجهن غنشتاك لدين ربي سبحانه عز وجل واخذهم الربا يتساولت في اليهود واخذهم الربا واقدنوه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين عذابا مهينا اسمي يدوينا بريدايا ابريدن الربا ابريدن الغش ابريد المكلة الحرام المكلة الحرام
قال لي نظن وترى كثير منهم يعني اليهود وترى كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ولهذا شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك إن ربي عز وجل يعني الحديث القدس ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة يا لطيف يا ثلاثة الصلاف العباد إنك كذا خصم خلاص من راير نتصار زكسن ضربي سيمانيس تعلمون وين الا ان ربي ذا خصيمس اوري منا اوري ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ام زوارو رجل اعتى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكلا ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. يعني وين راه سعون يوث كثير او ناث انت سعون او كثير انك ذنك كان اذا خصيمس ذنك راير انتصار الزكس ذن كان أريح كمن الزكس إنك هنا رجل أعطى بي ثم غدر هنا أكدي روح أكدي روح استمر ربي أكدي قالني أكدي ناث ثم كغدر خطر ما يغدرك يوم الصنت باللي ديريث يغدرك خلاص تكتشي تكتشي ظلما ولكن ما يروح أكدي يوم باش كنا كيسي من سلم ظهر نينس وأكدي قال إلى آخره ثم كغدر أكي خذع وين يبوني لي رجل اعطى ثم ورجل باع حرا فاكل ثمنه ونري الزنزنا حرين اثر ذاك لي واذا عنيك الظالم خصيمش ضربي سبحانه عز وجل ذوين راه يستخدم ويظنين وسيفكارا سيفكارا الاجرين سيفكارا الحقيس فاستوفى منه ولم يعطي اجره. يعني لو خدمني خدمت وخدمني نتسالو سي فكره وسي خلصاره وسي فكره الحقيس ويا اخ سيميس ضربي سبحانه وتعالى لان دعني كويذيك ما رد عدا كذا ما رد اذياغ هذا السرخص للحاجه هنا ادي فكين السلعه يشبحن ما رايش زنز ادي السلعه يسودع ما رد يروح الديار اتي وثكس وضعي سيني ذا شو ثاير ورب سبحانه عز وجل قد ولا تبخسوا الناس اشياءهم ما وبخسر السلعه من الدن تحقير راه عقله من الدن ما راه يروح الديار اثي حقر ما راه الزنز اثي الشكر اثي الرسن ويلون للمطففين الذين اذ اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني ويلون المطففين هذو يكسن الميزان انك ما راه دياغ هذا وفيا الكيل ديال الميزان ما راه الزنز هذا ياكل الميزان. هاك يا عفو ربي الشيخ صالح سوني غير صلاح قضى الساقية ان شاء الله تعطي الدوار اخي الواد ان شاء الله الدوار ان شاء الله لان صور السلام لحمين سوسدان اذا ما عطيني يماك اسيبك ربي لا مريس هاك يعوز ربي الناس يتلاسى من الدعوه الخير. يعطيك الصحه بارك الله فيك او توشلتي كوكيت ان شاء الله بارك الله فيك. اي مثلا كي كنت نبغى ثقالات تقول تبوسكيا وان شاء الله نكونوا تعطي لغه تولتي تدون دائما اسمك تي لادريس لي مايل تشرعي تاع روبازيون تي في بوان دي زد انا من اللي دور تي دون بقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.